نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد خلال الأسبوع المقبل. الإطار يعلن استحقاق معطل تتوقف عليه مالية البلاد. لأول مرة العاصمة تنتج 11,000 برميل من النفط يوميا بعد إنجاز الأعمال في حقل شرق بغداد. مع بدء الكيان اقتحام رفح، 44 عراقيا وحاملا للجنسية العراقية عالقون في قطاع غزة المحاصر. أهلا من جديد. البداية سياسية، إذ أعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان بعد انتهاء مهلة الأسبوع. وقال الإطار في بيان له إن تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب الرئيس تأتي لاستكمال ذلك الاستحقاق المهم والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية تجاه شغور منصب رئيس البرلمان خلال أسبوع. بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري مع السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي موضوع انتخابات برلمان إقليم كردستان، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لإجرائها بما يؤدي إلى إجراء انتخابات عادلة وضمان المشاركة الفعالة فيها من قبل الجميع. وجرى خلال اللقاء تأكيد حرص المحكمة في إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة بما يساهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة. بحث رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر سبل تطوير العلاقات والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية لطهران، حيث شدد الجانبان على أهمية العلاقات بين العراق وإقليم كردستان مع إيران على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة. كما اتفق الجانبان على إيجاد مزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والزراعة والسياحة والثقافة والتعليم والمجالات الأخرى والعمل عليها بشكل أكبر. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تعقيبا على زيارة رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني إلى طهران بأن واشنطن ترحب بأي حوار يساعد في تخفيف التوترات. الولايات المتحدة ترحب بأي حوار يساعد في تخفيف توترات المنطقة. لقد شجعنا باستمرار على وقف التصعيد، لكن ليس لدينا رأي بشأن هذه الرحلة على وجه الخصوص، لكننا بالطبع شجعنا دائما الحوارات التي تؤدي إلى وقف التصعيد وتحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة بما في ذلك ما يتعلق بإيران. بين إصرار الديمقراط الكردستاني على عدم المشاركة فيها دون بقية أحزاب ومكونات الإقليم وإصرار الاتحاد الوطني على إجرائها في موعدها انتخابات كردستان محفوفة بالتحديات، غير أن التأجيل أقرب وفقا لمراقبين. تواجه انتخابات برلمان إقليم كردستان السادسة تحديات واحتمالات إجرائها وأزمة مقاطعتها وتأجيلها، فالأقرب على ما يبدو في منظور الواقع الحالي ومصلحة الإقليم أنها ستذهب إلى التأجيل. الحزب الديمقراطي الكردستاني جدد عدم المشاركة فيها دون مشاركة باقي أحزاب ومكونات الإقليم.
إدارة هذه الأقليم يتم من خلال مؤسسة رئاسة الأقليم ومجلس الوزراء الذي يضم المكونات أو الأحزاب السياسية الرئيسية في الأقليم. لذلك لا يوجد فراغ سياسي في الأقليم بقدر ما هو بقدر ما هي فترة انتقالية سوف يتم تجاوزها إن شاء الله في 10 حزيران القادم، حيث هو الموعد المقرر لانتخابات برلمان أقليم كردستان العراق. مفوضية الانتخابات الاتحادية أكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لانتخابات برلمان الإقليم، فيما يبقى الصراع محتدما بين الأحزاب الكردستانية جميعا حول موعد إجرائها أو تأجيلها. في المقابل هناك تصعيد من قبل الأحزاب الفاعلة الأخرى الذي يقف في مقدمتها الشريك الثاني الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقول لا تأجيل للانتخابات مهما كلف الأمر، مشددا على إجرائها في موعدها المقرر في 10 حزيران القادم. أغلبية القوى السياسية عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني تؤيد إجراء الانتخابات في 10 حزيران، ولا يوجد هناك سند قانوني ليسمح للسيد رئيس الإقليم أن يذهب إلى تأجيل الانتخابات، ووفق قانون رئاسة الإقليم فهو لديه صلاحية فوقت تحديد الموعد وليس لديه صلاحية تأجيل الموعد. وعلى ما يبدو فإن هناك اتفاقا شبه نهائي على تأجيل الانتخابات بين بغداد وأربيل، هذا ما لمسه مراقبون بعد زيارة رئيس الإقليم الأخيرة إلى بغداد وتشجيعات واشنطن لحكومة الإقليم على تحديد موعد جديد لها والسير نحو انتخابات حرة ونزيهة. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. كشفت تقارير صحفية أن هناك وثائق سرية تظهر أن الحكومة البريطانية لديها اتفاقية مع الحكومة العراقية لإعادة اللاجئين القادمين من العراق. حسب التقرير فإن الوثائق تظهر أن هناك اتفاقية بين بريطانيا والعراق حول خطط إعادة اللاجئين لم يعلن عنها رسميا، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى إبعاد أشخاص من بريطانيا، برغم أن الحكومة البريطانية تنصح عبر موقف وزارة الخارجية رعاياها بعدم السفر إلى أجزاء من العراق. كشفت مصادر فلسطينية عن وجود 44 عراقيا عالقين في قطاع غزة المحاصر لم يتمكنوا من مغادرته حتى الآن. وأوضحت المصادر أن الجانب العراقي تواصل مع جمهورية مصر لإجلاء المحاصرين نظرا لعدم وجود إمكانية للتواصل المباشر مع الكيان المحتل، مضيفة أن دائرة القنصليات العراقية تلقت تلك البلاغات وكل التفاصيل المتعلقة بالمحاصرين في غزة سواء كانوا عراقيين أم فلسطينيين ممن يحملون الجنسية العراقية. أكد مدير مكافحة الإتجار بالبشر العميس سرمد مصدق أن المديرية تسعى للحد من ظاهرة التسول التي تنطوي تحت جرائم الإتجار بالبشر، بينما كشف عن إحصائيات المديرية خلال العام الحالي. النشاطات بأعداد المتهمين والمحكومين والأوراق التحقيقية والضحايا منذ ارتباط قسم مكافحة الإتجار بالبشر بوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. الاستغلال الجنسي 202 متهم، الأعضاء البشرية 123، العمل القسري 264، التسول 1230، بيع الأطفال 28، جرائم أخرى 19 متهم. بلغ عدد المحكومين 252 وأعداد ضحايا التجارة بالبشر 204، فقد تم القبض على 1230 متسول، وأيضا المتهمين الملقى القبض عليهم بجرائم التجارة 636، وبلغ عدد المتهمين الكل 1866. ايضا اريد ان اوه على نقطه جدا مهمه، انه ظاهره التسول اصبحت في الاونه الاخيره جريمه من جرائم التجار بالبشر، حيث يقود هؤلاء المتسولين اشخاص متلفتين يوفرون لهم الطعام والمأوى مقابل زجهم في الشوارع والتقاطعات ليقوموا باعمال التسول ومن ثم استحصال المبالغ الماليه من تلك الجماعات. نشاطات من فتره من 1/1/2024 ولغايه 5/5/2024، بلغ الاستغلال الجنسي 72، الأعضاء البشرية 47 متهم، العمل القسري 48، التسول 316، بيع أطفال 8،
جرائم أخرى 15 متهم. بلغ عدد المحكومين 73، أعداد ضحايا التجار بالبشر 32، المتسلوين الملقى القبض عليهم 316، المتهمين الملقى القبض عليهم بجرائم التجار 190، عدد المتهمين الكلي 1807 إضافة إلى حملة البتاوين الذي تم من خلالها القبض على 806 متهم. وزارة الداخلية تشن حملة أمنية مكثفة في منطقة العلاوي، إحدى أهم المناطق الحيوية في بغداد. تأتي تلك الحملة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة. العلاوي إحدى أهم المناطق الحيوية في جانب الكرخ، بوصلة الوجهة الأمنية لوزارة الداخلية. تخضع المنطقة ومقترباتها إلى عملية أمنية موسعة شبيهة بالبتاوين. المشاهد الأولية التي نشرتها وزارة الداخلية عقب اليوم الأول من العمليات تظهر الاستيلاء على أسلحة غير مرخصة، والقبض على بعض المطلوبين، والعثور على مواد ممنوعة ومخدرة. أكو ناس قفاصة، أكو ناس مشعوذة، أكو ناس تستخدم حبوب، أكو ناس يعني خارجة عن القانون مطلوبين للدولة. فهاي الحملات اللي تصير من أجل أمن وسلامة المواطن، المواطن بحاجة للأمان وللأمن. فإحنا نشكر هاي الشرطة ونشكر القيادة ونشكر المسؤولين اللي يجوا للعلاوي وسووا هاي الحملة وتم إلقاء القبض على من جنسيات مختلفة. فتشهم فنادق، فتشهم محلات، فتشهم حتى بواكي الجقاير. خصوصية المنطقة لا تختلف كثيرا عن البتاوين، فهي تعد مركزا رئيسيا للقادمين من خارج بغداد، لضمها فنادق وأسواقا شعبية ومرآبا مركزيا للنقل، فلا تغيب عن احتمالية ضمها لشبكات الجريمة المنظمة مثل المتاجرة بالمخدرات والأعضاء البشرية التي سبق أن تم تفكيك مجموعة منها بمنطقة البتاوين. أؤكد لنكافح هذه الجريمة بشكل عالي جدا. كانت النشاطات سابقا منخفضة، عدلنا على أدائنا ويعني طورنا هذه المديرية حتى ارتفع حجم النشاطات بشكل كبير. آخر الشبكات اللي تم إلقاء القبض عليها في يعني عملية البتاوين، ضبطنا الكثير من العاملين في شبكات الاتجار بالبشر وأحلنا الكثير إلى الوحدات التحقيقية واللجان. العملية مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها، وتتزامن معها عملية أمنية انطلقت شمال بغداد في قضاء الشعب وحي البساتين، تستند إلى الخطط الاستخبارية ذاتها للتعامل مع الأهداف المحددة التي تهدد أمن المدينة. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. ناقش وزير العدل خالد شواني مع محافظ المثنى مهند العتاب استكمال بناء أكثر من مجمع عدلي في مناطق المحافظة، مشيرا إلى استكمال تصاميم بناء سجن المثنى المركزي ضمن موازنة الخطة الوزارية لـ 2024. استكمال والإسراع في إجراءات تشييد بناية المجمع العدلي في أبو محار، وكذلك مناقشة إعداد تصاميم لتشييد مجمع عدلي في الرميثة وكذلك في الخضر، وكما ناقشنا تشييد أو استكمال تصاميم تشييد سجن السماوة المركزي، ناقشنا الخطوات تنفيذ هذا المشروع، وإن شاء الله حسب توجيهات وتوجهات وزارة العدل سيدرج تشييد سجن سماوة المركزي ضمن موازنة 2024، وسنبدأ بإجراءات تنفيذ هذا المشروع في أقرب فرصة. أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي تسجيل ملاحظات عديدة بخصوص بعض التشريعات النيابية، مشيرا إلى أن بعض فقرات تلك القوانين تقف بالضد من الحرية التي يجب أن يتمتع بها الصحافي العراقي.
سجلنا ملاحظات عديدة على بعض القوانين، خصوصا قانون حرية الرأي والتعبير وقوانين أخرى نعتقد بعضها أو بعض فقراتها سالبة للحرية. هذه نتناقش ونتجادل مع الجهة التشريعية حتى نصل إلى نتائج جيدة وتشريع نستطيع أن نقول من خلاله تشريع جيد وتشريع مفيد ليس للصحفيين فقط وإنما لعموم المجتمع العراقي. كما شدد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي على أن الصحافة العراقية تمر بفترات إيجابية من ناحية الكلمة الحرة التي تقال وتكتب بعيدا عن التهديد والترهيب، وأكد أن السنة الماضية تعتبر الأفضل بالنسبة لصحفيي البلاد على عكس السنوات الماضية. نحن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة وأيضا بحرية الصحافة العربية. المؤشرات الأولية تشير إلى انتهاكات كثيرة في البلدان العربية في بلدان عالمية خصوصا في فلسطين وغزة. أما في العراق فالصحف العراقي يعيش أجواء جيدة، أعتقدها جيدة ومفيدة لأنها تعبر عن قوة الصحفيين وتأثير الصحفيين في مساحات عديدة من المجتمع العراقي. أيضا هناك تفهم من الجهات الرسمية الحكومية والتشريعية وحتى الشعبية. الفترة القليلة السنة الماضية تقريبا هي أفضل سنة للصحفيين عكس السنوات الأولى بعد سقوط النظام، كانت عمليات قتل وتهجير واغتيالات واختطافات، لكن الآن الحمد لله نعيش أجواء جيدة ونفكر بالمستقبل بشكل إيجابي لقضايا اجتماعية للصحفيين، قضايا اقتصادية للصحفيين، إضافة إلى الجانب المهني الذي نؤكد عليه بشكل قوي ومؤثر، لأن لا صحافة ولا ديمقراطية بدون حرية رأي وتعبير. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن عملية الإصلاح المالي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة لا يمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي راصي منسجم مع العالم. جاء ذلك خلال استقبال السوداني وفد اتحاد المصارف العربية برئاسة الأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح، حيث بيّن رئيس الوزراء أن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح، مضيفاً أن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمر مع الحفاظ على استقلالية البنك. وأشار السوداني إلى أن مشروع طريق التنمية يعتبر واحدا من أوجه التكامل الاقتصادي في المنطقة. من جهته أشاد وفد اتحاد المصارف العربية بإجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي لكونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل ذلك القطاع. بحث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها وتوسعة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. السوداني أشار إلى أن العراق منفتح على الشراكات المثمرة مع الشركات الفرنسية في مجال إعمار البنى التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية للجيش العراقي، مؤكداً أهمية العقود المبرمة في مجال التحديث التكنولوجي العسكري وأهمها عقد شركة تاليس الفرنسية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع العراق إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً. تطرق الرئيس التركي إلى أن زيارته إلى العراق في وقت سابق حققت نتائج مهمة، مشيرا إلى أن الزيارة تكللت بتوقيع 27 اتفاقية في مجالات الأمن والنقل والطاقة والمياه. أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن زيارته إلى الولايات المتحدة جاءت بدعوة من غرفة التجارة الأمريكية وبموافقة من رئيس الوزراء، وأنه بحث في زيارته إمكانية استثمار الشركات الأمريكية في تلك المحافظة. زيارتي كمحافظ إلى الولايات المتحدة جاءت بدعوة من غرفة التجارة الأمريكية وبموافقة دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني المحترم من أجل إيصال إلى المجتمع الدولي صورة إلى ما وصلت إليه محافظة نينوى
وما تحتاجه المحافظة. وأيضا كانت الزيارة إلى واشنطن أيضا زيارة مهمة، شملت عقد اجتماعات مع بداية مع سعادة السفير العراقي في واشنطن السيد نزار الخير الله، وكذلك اجتماعات مع غرفة التجارة الأمريكية، تباحثنا معنا الفرص الاستثمارية وإمكانية تواجد الشركات الأمريكية للاستثمار في محافظة نينوى. خلال هذه الاجتماعات أوصلنا رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن محافظة نينوى بعد معاناة من الحروب والقاعدة وداعش والنزوح عادت من جديد إلى التألق والإبداع، وإنها أصبحت بيئة مستقرة، محافظة يسودها الأمن والأمان ويسودها القانون. وأوضح محافظ نينوى وعبد القادر الدخيل أن مشروع توسعة مدينة الموصل بعيد كل البعد عن التغيير الديموغرافي، ومن يروج لذلك لا يريد مصلحة مناطق شرق الموصل. للتوضيح، وهذه رسالة لأبناء المكون الشبكي والمسيحي، بأن مشروع التصميم الأساسي هو لا يوجد فيه تغيير ديموغرافي للمنطقة. نحن لدينا مساحات، المساحة التي لا نستطيع فيها التوسع باتجاه برطلة أو الحمدانية سيتم تعويضها من المنطقة الغربية ومن المنطقة الجنوبية لمدينة الموصل. مع الأسف يسوق في الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن التصميم هو تغيير ديموغرافي، هو الجواب لا. التصميم هو ينظم حياة المدينة، يحدد الفعاليات. فنحن لدينا محددات باتجاه مناطق سهل نينوى. أعلنت شركة نفط الوسط بدء إنتاج 11,000 برميل نفط يوميا من أعمق بئر أفقي في حقل شرق بغداد بإنجاز هو الأول من نوعه. وذكرت الشركة أن مهندسي الشركة وبالتعاون مع شركة ABS الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد المنطقة الجنوبية نجحوا في إنتاج أكثر من 11,000 برميل يوميا من البئر النفطي الذي حفر أفقيا مؤخرا بعمق يزيد على 5200 متر، ويعد الأول من نوعه في العراق. موظفو دائرة صحة النجف الجدد يتظاهرون أمام دائرة الصحة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية لخمسة أشهر إسوة بأقرانهم في بقية المحافظات. موظفو دائرة صحة النجف الذين تم تعيينهم أخيرا خرجوا بتظاهرات مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ أشهر إسوة بأقرانهم في بقية المحافظات، وبيّنوا أن الحكومة أرادت أن تعطيهم المرتب الإسمي فقط بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، لكنهم رفضوا كون الموظفين في بقية المحافظات قد تسلموا مستحقاتهم كاملة. احنا موظفي دائرة صحة النجف الأشرف، موظفين سنة 2022، نتفاجئ بعدم إعطاء رواتبنا للشهر الرابع والشهر 11، وعددنا ما يقارب 3700 واحد، ولحد الآن ما نعرف الأسباب، الأسباب مجهولة. رواتب شهر 11 وشهر الرابع ما مستلمين، النجف فقط، المحافظات كلها استلمت إلا دائرة صحة النجف، تقول يم الوزارة يم المالية، نجي لهنا يقولون روحوا لا للوزارة، احنا أسأل من نقدم من نروح، يجون يقولون يا احنا نحسب لكم بس الاسم، أنا شو أسوي بالاسم؟ راتب 200,000 أنا أخذه من عندهم؟ احنا نريد الرواتب مال الشهرين. يعني الموظف هو أمله هو هذا الراتب، باين عليه أمال سلف التزامات، إذا قطعتوها شلون بعد؟ فلازم يعني يشوفون لنا حل. دائرة الصحة بدورها أوضحت أنها خاطبت وزارة المالية بكتب الرسمية لصرف مستحقات الموظفين، وقد حصلت موافقة الوزارة، والآن هي بانتظار صرف المستحقات،
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو عدم صرف موازنة العام 2024. كدائرة صحة النجف طالبنا من وزارة المالية بكتب رسمية بتخصيصات الرواتب التعيين الجدد، ومن خلال متابعة من السيد مدير عام صحة النجف بالتعاون مع وزارة الصحة ومعالي وزير الصحة، تم الاستجابة من وزارة المالية وأرسال كتاب بتخصيصات المالية كاملة للتعيينات الجدد، والآن هو يدخل حيز دخوله في حسابات الدائرة، ومن خلالها يتم توزيع الرواتب كاملة. نحب أن نطمن أبناؤنا من المنتسبين الجدد بأن دائرة صحة النجف عازمة أن تكون جنب إلى جنب مع أبنائهم للخلاص من هذه المشاكل المتكررة، وكل هذه المشاكل هي عدم إقرار الموازنة في الوقت المحدد. وبيّن متخصصون بأن مشكلات المحافظات المالية ستزداد في الفترة القادمة في حال لم تصرف موازنة هذا العام، لترتفع المطالبات بضرورة صرفها في أقرب وقت ممكن قبل أن يثور بقية الموظفين على الحكومة. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة. حزب السيادة يؤكد خلال عقده اجتماعا في مقره العام بمدينة الرماد انفتاحه على الجميع لتقديم المساعدة، ويطلق مبادرات تستهدف المتعففين. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. لوضع آلية جديدة وهيكلة العمل الداخلي لحزب السيادة في الأنبار، قيادي الحزب وأعضاؤه ومديرو أقسامه يجتمعون في المقر العام بمدينة الرمادي، مؤكدين أن الأبواب مفتوحة دائما أمام الجميع لتقديم المساعدات لهم. اجتماع الدوري يضم قيادات من الرمادي وكذلك الفلوجة وكذلك المنطقة الغربية، نتداول بالوضع السياسي وكذلك وضع المحافظة الاجتماعي وكذلك كثير من الأمور اللي تهم الشارع الأنباري. حزب السيادة ده يعمل في مرحلة اليوم ما عندنا انتخابات، وهذه أكبر رسالة، أنه حزب السيادة ليس فقط حزب سياسي، هو حزب يعمل من أجل الجانب الاجتماعي والإنساني، يقدم خدمات بشكل كبير في هذه المناطق. وبعد إنجاز العديد من الدورات التدريبية والتطويرية خلال الفترة القريبة الماضية، حزب السيادة يقرر فتح مشاريع أخرى تستهدف المتعففين من أجل مساعدتهم، فضلا عن التوجه إلى إنشاء جيل واع ومثقف. ضمن مقر عمل السيادة نستعرض نشاطاتنا، نستعرض ما تم إنجازه بالمرحلة السابقة. اليوم تم استعراض ما أنجزناه بالشهر الماضي. أنجزنا الكثير من الأعمال على المستوى الاجتماعي، على مستوى اللقاءات، بل حتى على مستوى الدورات الطلبة. كذلك اليوم تم مناقشة عدد من القضايا المجتمعية خدمة للصالح العام. استقبلنا بعض طلبات المواطنين، وإن شاء الله نوعد بإن شاء الله إنجازها ومتابعتها. عمل الحزب في جميع الأوقات وعدم اقتصاره على فترة الانتخابات هو ما يؤكد أن حزب السيادة ليس سياسيا فقط، بل جاء لخدمة المواطنين وخصوصا العائلات المتعففة. من الأنبار، دريس يحيى، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير لأهم ما جاء فيها. جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد خلال الأسبوع المقبل. الإطار يعلن استحقاق معطل تتوقف عليه مالية البلاد. لأول مرة العاصمة تنتج 11,000 برميل من النفط يوميا بعد إنجاز الأعمال في حقل شرق بغداد. مع بدء الكيان اقتحام رفح 44 عراقيا وحاملا للجنسية العراقية عالقون في قطاع غزة المحاصر. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.